سلام بنات، من انكم تكونوا كلكم على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم طريقه ديال الخدمه ديال هذا الشكل. هذا رشمه سهله بزاف وكيجي شكل ديالها راقي. غادي نحتاجو فيها عقيق بحال هذا، توبي في الكرونه. غادي نخدم انا بالاحمر، اللون ديالو شويش مغلوق على لون ديال الحرير. غادي نحتاجو حرير بحال هذا ديال 4 شعرات عادي، وليبرة ديال الطرز هي هادي رقم ديالها 5. كنديرو الحرير مدوبل في ليبرة وكنبرموه غير ما بين يدينا وكنعقدوه في التالي وكنخدموه. غنخدموه بالغرزة ديال غرزة مدفورة كما سبق لي وريتكم في الدروس ديال انواع الغرزة في الطرز. صافي، الخدمه ديالها سهله بسيطه بزاف. كديريها هذاك الكونتور ديالها درشمه كلها كدوزيها بالغرزه المنطفوره، ومن بعد كنخدموا ديك العقيق لداخل وكنديروا حجره في الوسط. صافي، هذه هي الطريقه ديال هضرشمه كامله. يعني الشكل ديالها ساهل وطريقه ديال الخدمه ديالها سهله بزاف، والشكل ديالها راقي بزاف زوين بزاف. انا عجبتني بصراحه لانها خفيفه وزوين الشكل ديالها.
كنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، و الى عجبكم ما تنساوش ديروا لايك واشتراك القناة وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. سلامة.